مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا. وحلقتنا النهاردة فيها مناسبات سعيدة وفيها موضوعات تهم كل بيت. بس قبل ما أبدأ حلقتنا النهاردة وفقرتنا، فأثبتت العناية الإلهية إن هناك بعض الكسور في المحليات وفي المحافظين وبعض الأحياء. في الفترة السابقة شفنا مع بعض أمطار غزيرة نزلت في محافظة القاهرة والشرقية وفي جميع محافظات مصر، وأثبتت إن هناك كسور في بعض تجمعات المياه زي ما احنا هنشوف مع بعض بالصور في نفق العروبة وفي الشرقية، البنت اللي صعقها الكهرباء في وسط المية، وفي اسكندرية برضو الاجازات اللي اتاخدت. وده يدل ان هناك كسور، اللي احنا تبلي بنستنى الكارثة لما بتحصل وبنبتدي نشتغل من بعد الكوارث لما بتحصل ونعمل لقدام. فهناك تخطيط طبعا كان خطأ السيد رئيس الجمهورية، ابتدى ان هو يحول الدولة من عشوائية رقمية وبيسابق الزمن، ولكن لسه هناك في بعض الروتين للأحياء والمحافظين متباطئين. ونتمنى في الفترة اللي جاية ان احنا نشوف الكسور اللي عندنا فين ونحاول نحله، ونحاول ان احنا نتقدم بمصرنا الحبيبة. طبعا احنا شايفين مع بعض دلوقتي الصور اللي معروضة للأمطار الغزيرة اللي حدثت، طبعا غطت الكثير من السيارات، وفي بعض اللي اتريق في السوشيال ميديا وقال ان احنا كنا في غرغر شرعيه من الشرقيه مش عارف ليه. فطبعا ده كله حاجات بنتمنى ان احنا ما نشوفهاش في مصرنا الحبيبه، لان مصر اجمل بلد في الدنيا ونتمنى ان احنا نشوفها على طول، بلد جميله، بلد متحضره، والعالم كله يشوفها جميله زي ما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال مصر هتبقى قد الدنيا، وان شاء الله هتبقى قد الدنيا. وهنطلع مع بعض هنشوف مع بعض النهارده من مركز شباب العبور. مركز شباب العبور عمل اليوم الرياضي، وعمل طبعا هو كان خد المركز الاول على مستوى محافظه القليوبيه، ولانه هو اكبر نادي في محافظه القليوبيه وخد المركز الاول على مستوى الجمهوريه في بعض الالعاب والعاب كتير. هنطلع مع بعض نشوف التقرير مع الزميله امال محمود ونرجع لكم تاني. صباح الخير أعزائي المشاهدين، النهاردة بصراحة يوم غير عادي. النهاردة هنبقى في بيت العيلة وهو مركز شباب العبور. اليوم الرياضي الجميل اللي جامع بين كل أعضاء المركز رغم سوء الأحوال الجوية، ولكن ده دليل على حب الأعضاء للمكان. وبصراحة كمان في تجميع كبير قوي قوي للأنشطة كلها. معانا دلوقتي سباق الدراجات، ومعانا في ناس في سباق الدراجات واخدين بطولات دولية وبطولات عالمية، فانتظرونا وهنشوف الباقي إن شاء الله. معانا لاعب عظيم وبطل يعني مشرف بجد لمصر. صباح الخير. صباح النور. أتشرف باسمك. أمير رجب. هو يا أمير، هو أنت إيه البطولات اللي أنت حاصل عليها؟ انا حصل على اول عرب واول افريقيا واول جمهوريه في بطوله الثلاثي في الاقصر اللي فاتت، كانت بطوله افريقيه، كان معانا دول افارقه كتير، وكان في اجانب كانت بتشارك معانا، ومصر حصلت على المركز الاول ترتيب عام. اعزائي المشاهدين، من بيت العيله ومركز شباب العبور، وهيبقى معانا الجوله سريعه هنشوف فيها مساحه المركز وتقسيمته، وطبعا الدليل دكتور علي الغنام مدير مركز شباب العبور. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. ممكن حضرتك يا دكتور تشرح لنا ايه تقسيمه مركز شباب من الداخل؟ مركز شباب مدينة العبور يا فندم هو من حيث المساحة 17 فدان متقسمين كالآتي: في ملعب كرة قدم قانوني، في ملعب خماسي قدم برضو، في ملعب تنس أرضي، في ملعب ترتان اللي هو متعدد سلة وطايرة، في حمام سباحة أولمبي، في صالات رياضية، في مبنى إداري، في طبعا أنشطة للشباب، بايكات، في جلسات اجتماعية للأعضاء. أعزائي المشاهدين، رغم صعوبة الجو النهاردة والسيول والأمطار، ويعني بقالها كام يوم في مدينة العبور، ولكن معانا نموذج رائع رائع من ذوي القدرات الخاصة جاي عشان يشارك النهاردة في النشاط وفي الجري مع الأعضاء. بصراحة هو رمز مشرف جدا هنتعرف عليه. اسم حضرتك؟ الثيم محمد عبد الوف. أهلا بيك يا أستاذ. الله يخليك. الله يخليك. انت جاي النهارده عشان ايه؟ عشان العب يودو. العب يودو. طيب انت حابب تشارك في الانشطه مع باقي الاعضاء؟ صح جدا.
طب انت بتحس بايه لما انت بتشارك في الانشطه دي؟ يعني بحس ان انا مبسوط واقدر ان انا اعمل حاجات جديده انا ما كنتش اقدر اعملها يعني. تمام، يعني انت بتبقى مبسوط عشان بتعمل حاجات انت ما كنتش قبل كده بتعملها. ده حقيقي. يعني ناوي تشارك بعد كده ولا دي هتبقى اخر مره؟ باذن الله انا واشارك. معانا النهارده مدير النشاط الرياضي في مركز شباب العبور كابتن ابراهيم محمد. اهلا بحضرتك. اهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. في اليوم طبعا اللي هفضل اقول مطره والجو صعب وحضرتك جاي مع الناس الخاصه بيك، عايز اعرف يا كابتن ايه هي الانشطه الموجوده في المركز وايه هي البطولات اللي حصل عليها المركز في خلال يعني على جميع الانشطه دي؟ والله احنا عندنا ان شاء الله كده، انا بشكر حضرتك طبعا وبشكر مجلس اداره المكان وبشكر اداره النشاط الرياضي وكل القائمين على العمل النهارده. يعني طبعا احنا عندنا الانشطه الرياضيه، في طبعا عندنا العاب قوى وفي كاراتيه وفي كونغ فو وفي كره قدم وفي جودو ومصارعه وفي عندنا سباحه وعندنا تايكوندو، كل الالعاب دي كلها وكمان متسجله في الاتحادات المختلفه يعني. طبعا بالنسبه للبطولات احنا طبعا كان عندنا وفي التريسلون طبعا لعبه جديده بالنسبه داخله على المركز النهارده، ومحققين بطوله افريقيا في الاقصر واخدين فيها المركز الاول واخدين فيها المركز الثاني والمركز الثالث في افريقيا. والالعاب الثانيه طبعا في عندنا كان الكونغ فو، كان في مسابقات خاصه بكاس مصر، في طبعا الولاد كلها، في اللي هم البراعم من سن 5 سنين و8 سنين و10 سنين و12 سنه برضه حاصلين على بطولات الجمهوريه، ودي حاجه كويسه طبعا متشرفه في الكونغ فو. وعندنا الكاراتيه لسه كان عنده بطوله الاليوبيه من 3 ايام كده، حاصلين فيها برضه على مراكز متقدمه في على مستوى المنطقه، وطبعا وداخلين في الدوري اللي هو الخاص على مستوى الجمهوريه فرق غير الالعاب الفرديه، يعني بيبقى عندهم كاتا وكوميتيه، والنهارده في عندهم طبعا في دوري، الدوري ده بيبقى كله خاص بالكوميتيه، خاص بالكاتا سوري، يعني الكاتا طبعا لما بيشتغل شغل جماعي ده بيسموها ايه الدوري عندهم يعني. وطبعا عندنا المصارعه جايبه والجودو، الجودو طبعا على مستوى افريقيا محقق مراكز كويسه، واخد اول افريقيا في الجودو اللي هو بطوله الرواد 3 سنين ورا بعض، وان شاء الله هم كمان مشاركين في بطوله جايه قريب كده بخاصه بالجودو، ونتمنى ان شاء الله ان احنا كل الفرق كلها تاخد الحزو اللي هي بتاخده. عندك العاب القوى طبعا الحمد لله، طبعا بنتكلم على العاب القوى عشان دي لعبتي الاساسيه بنتكلم عليها في الاخر، طبعا محقق مراكز كويسه على مستوى الجمهوريه في البطولات اللي فاتت، ونتمنى المزيد للفرق كلها ان شاء الله. معانا برضو في لقاء النهارده الاستاذه منى سعيد عضو مجلس اداره مركز شباب العبور. اهلا بيكي يا استاذه منى. اهلا بيكي. استاذه منى، ممكن تكلمينا عن دور مجلس الاداره في الانشطه وخاصه الانشطه في انشطه اليوم ده تحديدا؟ مركز الاداره باكمله بيقدم الدعم لكل الانشطه، كافه الانشطه بالمركز، التايكوندو كونغ فو كل نشاط في المركز ليه دوره النهارده، ومقدم لهم جوائز رمزيه كاسات ميداليات بالمسابقات، وان شاء الله نتمنى يكون يوم جميل ورائع ان شاء الله. حبايبي اعزائي المشاهدين، من ضمن فعاليات مركز شباب العبور ولقاءاتنا المستمره معانا مدير امن مركز شباب العبور الرائد احمد الزيادي. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. كلمنا عن دور الامن في تامين المكان وايه دوره، اكيد في دور عظيم طبعا في اتاحه الامن للاعضاء وللجميع الانشطه، ممكن حضرتك تكلمنا عن دوركم في اليوم ده؟ وحضرتك بيعتبر مركز الشباب مدينة العبور من المراكز المتقدمة المتطورة النشطة، مساحة لا بأس بها، مساحة كبيرة فيها أنشطة عديدة، فيها حمام سباحة، فيها ملعب على مستوى عالي، في صالة ألعاب، في كل الملاعب، خماسي، التنس، سلة، يعني يعتبر متوفر فيه جميع الأنشطة للأعضاء المترددين على مدينة العبور وعلى المركز، والمركز يعني بيعتبر من المراكز اللي فيه الأعضاء نسبة تزيد عن 50,000 عضو أو حاجة زي كده، فبيعتبر يعني من 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 أعمدة ال المراكز الرياضية أو مراكز الشباب أو الأندية الرياضية في مدينة العبور.
من منطلق هذا بيقوم فيه انشطه كبيره، انشطه على مستوى الاتحادات، على مستوى البطولات، انشطه ثقافيه، انشطه رياضيه، انشطه دينيه. فالامن بقى واجبه في بيأمن الاعضاء، بيأمن المنشاه نفسها. المنشاه نفسها عاوزه تامين بدرجه بمستوى امن عالي، الاهالي والاطفال ودي كله مترادف مسؤوليه الامن. حبايبي اعزائي المشاهدين، من فعاليات اليوم الرياضي النهارده بمدينه العبور ومركز شباب العبور، معانا النهارده الاستاذ عاطف كمال ابو رجب رئيس مجلس اداره مركز شباب العبور. بنرحب بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم، مرحب بيكم. استاذ عاطف، بنسمع دايما عن التمييز او التميز اللي حاصل في مركز شباب العبور، وبنسمع دايما عن التكريمات المستمره ليه. عايز اعرف يا فندم ايه اخر تكريم حصل عليه المركز وفين، وايه هي الجهه صاحبه التكريم؟ وبسم الله الرحمن الرحيم، الاول برحب بيكم في مركز شباب العبور وبرحب بالقناه. وبالفعل طبعا مركز شباب العبور دايما بطولات جمهوريه ومحافظه، ودايما يعني في التكريمات من الاوائل دايما. واخر تكريم طبعا حصلنا عليه هو حصولنا على المركز الاول لمركز شباب العبور، الاول على مركز شباب محافظه القليوبيه. وطبعا التكريم ده كان في اسكندريه في ملتقى شباب المدن، وكان يعتبر من الجهه اتحاد مراكز شباب المدن طبعا تحت قياده الدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد. وحصلنا على المركز الاول ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا مركز شباب العبور من اكبر مراكز شباب العبور في محافظه القليوبيه كلها. يا ترى يا فندم هنحافظ على دايما انه يبقى في المقدمه مركز الشباب وناخد دايما المركز الاول ان شاء الله في الايام القادمه ان شاء الله؟ طيب استاذ عاطف، هو المركز هو عضو في في اي اتحاد رياضي؟ بالتاكيد طبعا، عندنا احنا اعضاء في اتحادات كثيرة في الألعاب، عندنا زي ألعاب كرة القدم، عندنا التنس، عندنا الباسكت، عندنا كونغ فو، كاراتيه، كل ده احنا مسجلين فيه في الاتحاد يعني. وطبعا حاصلين يعني على مراكز جمهورية دايما في جميع الألعاب دي، كونغ فو، كاراتيه، باسكت، كل الألعاب دي كلها. أستاذ عاطف، هو عدد أعضاء مركز شباب العبور على المساحة المهولة اللي أنا شايفها يا ترى كام؟ يعني فيما يقارب 62,000 عضو تقريبا يعني. إن شاء الله بالتوفيق يا فندم، بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا. بشكركم جميعا، بشكركم على حضوركم النهارده، وكل سنة وحضراتكم طيبين. شكرا. أعزائي المشاهدين، من ضمن فعاليات اليوم الرياضي الجميل الرائع النهارده ومعانا الأستاذ محمد السيد عضو مجلس إدارة مركز شباب العبور. بنرحب بيك أستاذ محمد. بنرحب بحضرتك ومتشكر لوجودكم النهارده في مدينه العبور، في مركز شباب مدينه العبور، مهرجان العبور الرياضي الاول لسنه 2019، لاول مره بنعمله هنا في مدينه العبور. بنرحب بيكم كلكم. اهلا بيك يا استاذ محمد. عايز اسال حضرتك يا استاذ محمد، ان انا شايفه ان ما شاء الله في حشد جميل، انا عايز اعرف قدرت تحشد العدد الجميل الكبير ده رغم ظروف الجو اللي احنا شايفينها كلنا ازاي؟ والله اعضاء مركز شباب مدينه العبور يعني دايما زي مصر كلها بيحبوا الفعاليات وبيحبوا الانشطه، فاحنا في عندنا الجروب الرسمي لمركز شباب مدينه العبور، قدرنا ان احنا نقول للناس ان احنا في المهرجان العبور الرياضي الاول. وطبعا الشعب المصري كله بيحب الرياضه عامه، فعشان كده كلهم نزلوا يشاركوا معانا في اليوم دوت. والحمد لله زي ما حضرتك شايفه، ادي الكوره وكان قبلها الكاراتيه واختراق الضحيه كان الصبح وسباق الدراجات، والحمد لله يعني دايما مصر ولاده بالخير وكلنا بنحب الرياضه. تمام استاذ محمد، انا عايز اعرف هدفك الاساسي من اليوم الرائع بحكم ان انت منسق اليوم الجميل ده. والله ده حلم انا حلمته من زمان، ان احنا نعمل مهرجان باسم مدينه العبور، يكون نعمله من زمان، اشتغلت عليه بقى لي مده ان احنا نعمل المهرجان دوت. والحمد لله قدرنا بمساعده زملائي في مجلس الاداره ان احنا نقدر ننسق لليوم دوت ونعمله، والحمد لله ربنا يوفقنا بس واليوم يخرج على خير. وطبعا مع الاجهزه المعنيه في المدينه هنا وفروا لنا كل الامكانيات ان احنا نقدر نشتغل بيها، والحمد لله عملنا اليوم، وربنا يوفق العبور كلها فيه ان شاء الله يا رب. استاذ محمد، انا شايفه على السوشيال ميديا وعلى مركز على الصفحه الرسميه لمركز الشباب مكتوب بيت العيله، الكلمه الحقيقه عجبتني جدا واكيد ليها مدلول، ايه مدلول كلمه بيت العيله؟
والجروب اللي احنا عاملينه على السوشيال ميديا دوت بقاله اكتر من 3 سنين لما بدأنا ان احنا نأسسه. كان بيساعدني فيه الصديق عمري محمد مختار، هو اللي اطلق عليه بيت العيلة من حوالي 3 سنين، والحمد لله بقى اسم مركز شباب مدينة العبور دايما مرتبط بانه هو بيت العيلة، وهو بيت العيلة لينا كلنا، دايما على طول بنتواجد فيه، يمكن بنتواجد فيه اكتر ما بنتواجد في بيوتنا، يعني على طول ان احنا قاعدين هنا، و همنا الاول دعم الرياضه والرياضيين في المدينه. ولسه مكملين على حمام السباحه الخاص بمركز شباب العبور، ومعانا كابتن وائل مدرب السباحه. ازيك يا كابتن؟ اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا. انا شايفه النهارده يوم رياضي جميل في مركز شباب العبور طبعا، وما ننساش ابدا السباحه وحمام السباحه وكابتن وائل. بس انا عايز اعرف من حضرتك ايه البطولات الاخيره اللي حصل عليها او اللي انتوا اشتركتوا فيها بالنسبه لحمام السباحه والسباحه عموما؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بنرحب بحضرتك في مركز شباب العبور في المهرجان الرياضي الاول بالمدينه. ثانيا قطاع السباحة بالزعالم عندنا قطاع عريض، بدأ من سنة تقريبا، الحمد لله بننافس على كل المستويات من بداية بطولات المنطقة. احنا بننافس بالأساس تبع بطولة منطقة القاهرة للغوص والإنقاص، دخلنا بطولات الجمهورية، بطولة البراعم، لسه النهاردة عندنا مشاركات في المرحلة النهائية والأخيرة من مرحلة كأس مصر، وده ختام للموسم، وعندنا يعني بنستعد حاليا لخوض منافسات بطولة الإنقاذ والمقامة في منطقة بورسعيد. دي طبعا أول مرة تنظمها بطولة منطقة القاهرة، هتتنظم في بورسعيد، ودي هتبقى مؤهلة إن شاء الله لمنتخبات المناطق، يعني إن شاء الله الناس اللي هتحقق فيها مراكز كويسة هيتكون منهم منتخب لمنطقة القاهرة كلها. طب كابتن وائل، مفيش قدام إن شاء الله تطلعات إن أنتوا تبقوا حاجة دولية؟ يعني احنا لسه عشان نشاط ناشئ الحمد لله عندنا رصيدنا من الميداليات خلال سنة، عندنا 6 ميداليات، عندنا 4 ميداليات برونزية، عندنا 2 فضة في البراعم، وعندنا ميدالية فضة في السباق ال2 كيلو في البحر المفتوح. طبعا دي برضو كانت بالنسبة لنا انجاز ان احنا لسه نشاط ناشئ وننافس في مياه مفتوحة او كده، بالنسبة لاولاد لسه بادئين عمرهم في السباحة تقريبا لا يتعدى السنة. مساء الخير أعزائي المشاهدين، من فعاليات اليوم الرياضي بمركز شباب العبور، وطبعا نشاط مهم جدا في مركز الشباب وهو كرة القدم تحت إشراف الكابتن الكوتش سمير شيحة. برحب بحضرتك يا كابتن. أهلا بيك يا فندم. كابتن سمير، انا شايفه ما شاء الله وعارفه كويس قوي ان في بطولات كتير حضرتك بتدخلها بفريقك الجميل ده، ايه اخر بطولات حصلتوا عليها او تكريم بالنسبه لفريق كرة القدم؟ والله الحمد لله احنا اخر بطولات احنا حصلنا عليها كان الموسم السابق، فريق 2005 مركز اول بفرق 12 بونت عن الانتاج الحربي منطقه قلوبيه، و2007 مركز اول، و2009 مركز اول، والحمد لله تم تكريم الفرق من قبل منطقه القلوبيه والاتحاد المصري لكره القدم. كابتن سمير، انا شايفه ان انتم ما شاء الله محليا رائعين، هل في فكره قدام ان شاء الله ان انتم تبقوا دولي؟ والله احنا بنحاول مع الاولاد، احنا بالنسبه لنا احنا مش بنشارك دول، احنا بنحاول الفرق بتاعتنا فيها بعض اللاعبين بتنتقل للفرق الاخرى زي الاهلي وزي الاسماعيلي وزي المقاولين وطلائع الجيش. الحمد لله من عندنا تم انتقال حارس مرمى 2006 عبد الرحمن هاني للنادي الاهلي، عندنا مصر مقاصه ابراهيم ياسر 2005، عندنا عبد الرحمن 2007 مصر مقاصه، عمار ياسر 2009 مصر مقاصه، عندنا الحمد لله ياسين احمد طلائع الجيش السنه دي 2010، عندنا مصطفى سكر 2010 الحمد لله طلائع الجيش. اعزائي المشاهدين، في نهايه لقاء النهارده من فعاليات اليوم الرياضي بمركز شباب العبور بشكركم على حسن المتابعه، والى اللقاء في حلقات كتير ان شاء الله. معانا مداخله تليفونيه، ناخد معانا الاستاذ الصحفي عاطف عباس المؤلف المسرحي، ناخد المداخله التليفونيه معانا. الو. الو السلام عليكم. ازيك يا استاذ؟ ازيك يا استاذ عاطف، عامل ايه، اخبارك ايه؟ الله يخليك يا جميل، ربنا يحفظك، اخبارك انت ايه؟ احنا سعداء ان احنا معاك النهارده وسعداء ان احنا بنسمعك، واحنا عرفنا ان انت عندك احتفاليه يوم الخميس القادم 31/10 في الجامعه العماليه بتقديم طبعا العرض المسرحي كلنا بنحب مصر. طبعا اسم جميل وهدف جميل، وعايزين نعرف منك بقى ايه هي الاحداث بتاعت المسرحيه والاحداث اللي بتتكلم عنها المسرحيه. هو قبل ما نتكلم عن الاحداث، انا لسه كنت سامع حضرتك بتتكلم ان مصر قد الدنيا وهتفضل دايما قد الدنيا،
وان شاء الله انا بعيدك في الكلام ده وباذن الله مصر في تقدم وفي ازدهار دائم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله واحنا سعداء بحضرتك النهارده. الله يخليك. انا بالنسبه للاحتفاليه بتاعتنا هتبقى بعنوان مهرجان بتاعنا او مهرجان فني شامل بعنوان يوم في حب مصر، بنعرض فيه فقرات فنيه متنوعه ما بين الشعر والزجل والغناء لمجموعه من الموهوبين المصريين والعرب اعضاء الاتحاد العربي والدولي للشعراء والادباء العرب. والحفله بالتعاون مع نقابه معلمين شمال القاهره برئاسه الاستاذ ثروت رشاد نقيب المعلمين، ومن خلالها بنقدم فقرات فنيه بجانب ان احنا بنرجع تاني فن المونولوج من خلال فنان جميل اسمه صبري ابو علم، وبنقدم كمان فن عرايس للموهوبه رحمه محجوب. جميل قوي اختيارك لاسم كلنا بنحب مصر، فطبعا ده اختيار جميل واختيار وطني ويدل على انكم واجهه مشرفه لمصر وبتدل على انتمائكم الشديد لبلدنا الحبيبه. فاحنا طبعا يسعدنا نعرف اهداف المسرحيه واهداف الدور اللي بتقوموا بيه. هو اهداف الدور اللي احنا بنقوم بيه زي ما انت لسه بتقول، عايزين نظهر الصوره الحقيقيه لمصر من خلال الاتحاد الدولي للشعراء والادباء العرب. عاملين مسرحيه جميله اللي هي كلنا بنحب مصر، دي من تاليفي وانا نفسي بالاخص فيها زمان بالاتحاد المخرج الجميل وحبيبنا اسامه شفيق، وكمان من خلال العرض بنسر تاريخ مصر من ايام ما قبل الثوره العربيه يعني لغايه تاريخنا النهارده، ومن خلال لقطات سريعه ومناظر سريعه، وعرض ان شاء الله ينال استحسان الجميع وبيظهر الصوره الجماليه لمصر ونجاحات مصر المستمره، وخاصه في الاونه الاخيره رئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي. بجانب ان انا عندي جزء اولاني من الحفله اللي هو بتاع الشعراء والادباء، ومعايا فيها شعراء من دول عربيه ومتكلمين على راسهم علي المعطر الشعر اليمني الجميل، وعندي برضه بحث تاني فن الفولكلور الاسواني للشاعر بشير النابي وده نجم اسواني الاول، ونختتم العرض بتقديم بعض رموز القوات المسلحه والشرطه في ذكرى 46 لنكبه اكتوبر المجيد. جميل جدا اختيارك للاسم وجميل جدا اختيارك للموضوعات، وان شاء الله يكون عمل ناجح وان شاء الله نكون موجودين معاكم فيه ونغطيه بكاميرا اهل كايرو معاكم ان شاء الله في يوم الخميس ان شاء الله. وبنشكرك النهارده على المداخله الجميله اللي انت حضرتك ابهجتنا بيها النهارده. احنا نتشرف بيك يا فندم. ونخش ان شاء الله كده مع بعض ان شاء الله نشوف مسرحيه جميله ونشوف ليها هدف جميل في الفتره اللي جايه باذن الله. ونطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل. الله يجعلها زيجه مباركه ويشوف احفاد. الف مبروك للعروسين، وعايزين نسمع من حضرتك كلمه النهارده للعريس والعروسه وكابتن حماده ابو المجد. احنا بنبارك اولا للعروسين ونقول لهم مليون مبروك وربنا يتمم بخير ان شاء الله، ويجعلوا زواج ميمون سعيد باذن الله عليهم بالرفاء والبنين ان شاء الله. ونقول لكابتن حماده ابو المجد نقول له الف مليون مبروك وربنا يتمم للعروسين بخير ان شاء الله، ويبارك فيك كده ويجزيك خير الجزاء وعبال اولاد اولادك ان شاء الله. عايزين نصيحه للشباب اللي لحد دلوقتي ما اتجوزش، نحب نقول لهم ايه؟ نصيحه للشباب اقول لهم من جد وجد ومن زرع حصد. اي شاب النهارده هيتحرك بفعاليه ويشقى ويتعب هيلاقي ويقدر يتجوز بسرعه، انما هيفضل قاعد على الكافيه يبقى عمره ما يفكر ان هو يقدر يتجوز. لازم يجتهد عشان يقدر ياسس نفسه وياسس بيته وياسس بيت الزوجيه، لان من غير كفاح ومن غير تعب ومن غير عرق مش هيعرف يعمل حاجه. ومعانا الفنان سيد مصطفى. الف مبروك للعروسين، وحضرتك تحب تقول لي ايه النهارده الاسلام ومين؟ انا بقول لاسلام الف الف مبروك، لان اسلام يعني جميل وابننا يعني ابننا ويستحق كل خير، وانا يعني النهارده الفرحه مش سايعاني، وطبعا بهاني طبعا الاستاذ هاني كابتن حماده ابو المجد بنقول له يعني الف 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 مبروك، وعقبال ما يجيبوا لنا كده ذريه صالحه كده وتبقى جد كمان يعني احنا عايزين. وانا يعني النهارده انا مبسوط جدا جدا وانا فخور ان شاء الله ان شفت كمان تامر بسيوني النهارده اللي هو الاعلامي الجميل الحلو، ان انا
يعني انا دي بسطتني ان انا شفته النهارده والله، وشفت كمان النهارده انت يعني من الناس اللي احنا بنعزك، يعني ببسط لما بشوف تامر وبشوفك بصراحه يعني. طيب حضرتك عايزين نصيحه للشباب المقبل على الزواج، تحب تنصحهم تقول لهم ايه؟ بقول لهم الالتزام يا جماعه، والسهر والمشي اللي مش فيه والحاجات اللي احنا بنسمع عنها دي بلاش منها. الله، هو اللي بيتجوز ده بيتجوز كده يعني؟ الجواز مسؤوليه يا جماعه، الجواز مسؤوليه، فلازم يكون ملتزم عشان برضو يعني يعمل ذريه صالحه ويطلع عياله كويسين. انما الحاجات اللي احنا بنسمع عنها دي بلاش منها، بلاش منها. والسهر بتاع القهاوي والكافيهات دي ملهاش لازم يا جماعه، ملهاش لازم. طب عايزين نصيحه للشباب المضرب عن الجواز، نقول له ايه؟ لا، مضرب على الجواز دي لا، مش كويسه يعني. هو لازم الواحد برضه يعمل عيله يا جماعه، يعني اعمل عيله كويسه وهتبقى كويس ان شاء الله، وهتندم على فكره. اللي عامل اضراب ده هيندم بعد كده وسنه بيكبر وبعدين هيبقى يعني هتبقى مش حلوه يعني، بايخه يعني. ومعانا الاعلامي الكبير الاعلامي تامر بسيوني، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا نرمين وفريق العمل كله. طبعا انتوا عاملين مجهود النهارده رائع، وانا سعيد بيكم النهارده وبمجهودكم دايما في نجاح برنامج اهل كايرو. مرسي دكتور. وعايزين نعرف من حضرتك النهارده تحب تقول ايه الكابتن حماده والمجد والعروسين ايه واسلام؟ اقول له الف الف مبروك، وان شاء الله يكونوا في سعاده دايما وربنا يتمم لهم بخير، وان شاء الله دايما يكونوا في نجاح مستمر وفي سعاده ويرزقهم بالذريه الصالحه ان شاء الله. طب عايزين كلمه بقى من حضرتك للشباب المضرب عن الزواج، حضرتك تحب تقول لهم ايه النهارده؟ لا، مفيش اضراب عن الزواج ولا حاجه، هي بس الحياه صعبه شويه. انا عايز اقول ان احنا ممكن نحاول ان احنا نوفق الامور، ما يبقاش في طلبات زي زمان، يعني نتنازل عن الذهب، نتنازل عن شبكه اللي ملهاش لازمه، ونحاول ان احنا نتوفق في الحاجات الاساسيه والحاجات اللي هي الضروريه، على اساس ان الشباب دلوقتي يقدر ان هو يساعد نفسه. بقول للشباب طول ما انت بتكافح، طول ما ربنا هيديك اشتغل، وان شاء الله ربنا هيفتح لك طرق كتير وهيساعدك في طرق كتير. وبقول برضو اهل العروسه واهل العريس، يعني حاولوا ان انتوا تشوفوا الاساسيات ايه والالتزامات الاساسيه ايه، وتحاولوا تلبوها، ما تحاولوش تعقدوا الامور عشان الحياه تستمر. ومعانا الاعلامي اشرف فضالي، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. عايزين كلمه النهارده للعروسين والكابتن حماده ابو المجد، حضرتك تحب تقول لهم ايه؟ بقول لهم الف مليون مبروك، ويا رب حياه سعيده للاسره كلها، ولعريسنا الجميل وعروستنا الجميله. معانا الكابتن محمود ابو رجيله، حضرتك شرفتنا النهارده، وحضرتك تحب تقول ايه النهارده لاسلام ومي والكابتن حماده ابو المجد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دي ثالث رابع مره احضر فيها، وكمان بيطلعني شاهد يعني، فربنا يستر ما يحصلش حاجه يعني. حماده ابو المجد ده خيره على ناس كتيره جدا، ربنا يكرمه في اولاده، وان شاء الله فاضل له واحد وواحد صغير، واحد فلسطين وواحد من لغه الكوره الناشئين. فاتمنى من ربنا سبحانه وتعالى على قد اللي هو بيعمله مع الناس واللي حواليه هو ومدامته واسرته، ربنا يكرمه ان شاء الله وتكون ذريه صالحه باذن الرحمن. ومعايا المستشار مدحت الجرحي، اهلا وسهلا بحضرتك. ربنا يخليك، اهلا بيك. حضرتك تحب تقول ايه النهارده للعروسين وكابتن حماده ابو المجد؟ انا اقول لهم اولا انا سعيد جدا باللقاء الجميل دوت مع حضرتك، ثانيا ان احنا موجودين النهارده يعتبر في عيله واحده، عيله منشئه الحريه في شبرا الخيمه. بقول للعروسين الف مبروك وربنا يتمم بخير. معانا المستشار علي الجرحي، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. حضرتك النهارده تحب تقول ايه للعريس والعروسه؟ مليون مبروك، ودايما كده في الافراح، وعقبال بقى ليالي حلوه كتير ان شاء الله باذن الله. الف مبروك للعروسين، وعايزين نسمع من حضرتك كلمه النهارده لمي واسلام، تحب تقول لهم ايه؟ وفي الحقيقه يعني انا برحب بيكي، لان النهارده كلاكيت تاني مره. اول مره كنا اول يوم العيد الكبير في فرح ايه ابو المجد وقابلت حضرتك، وتاني مره المناسبه النهارده بقى ان احنا زمالك كسبنا ودخلنا دور المجموعات، فده اولا شكرا لوشك الجميل ووشك الحلو. طبعا بقول للكابتن حماده الف مبروك، وربنا يتمم الاسلام بخير، وان شاء الله عقبال ما اتجوز احفادهم. ومعانا الدكتور
مشهوره شمس من الامارات جت مخصوص عشان قادر ان هي تهني العريس والعروسه. الف مبروك. وتحب تقول ايه النهارده للعريس والعروسه؟ الله يبارك فيكي. ببارك للعرسان وللكابتن حماده، عن جد فرح من الاخر، وانا مبسوطه جدا جدا، بتمنى لهم السعاده والفرح والسرور، وان شاء الله حياتهم كلها فرح وسعاده، ونفرح فيهم باولادهم، وما شاء الله فرح من الاخر. وكان لي نفسي من زمان احضر، واليوم حضرت فرح ما شاء الله تبارك الله جدا مميز، وربي يهنيهم ويسعدهم يا الله. اهلا وسهلا بيك، ومعانا عم العروسه. اهلا وسهلا بحضرتك محمود ابو المجد عم العريس. اهلا بيك. اتكلمنا النهارده عن العادات والتقاليد اللي بتبقى موجوده ما بين العريس والعروسه. بالنسبه للعائله عندنا التقاليد دايما لمة العيله. تحيه كبيره لفلسطين واهالي فلسطين. وتحب تقولي ايه النهارده للعريس والعروسه وكابتن حماده ابو المجد؟ اهلا وسهلا فيك. اولا انا دكتوره هاله من فلسطين، طبعا بقول للعريس والعروسه الف 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 مبروك، منورين الدنيا، واتمنى لكم السعاده والفرح والذريه ان شاء الله الصالحه. بصراحه فرح رائع جدا يعني، ولابو العريس يعطيك الف عافيه بصراحه على المجهود الكبير يعني بصراحه. تحيه فلسطين وتحيه مصر وتحيه الامارات في بلدنا، وربنا يا رب يسلم كل بلدنا من كل خير ويبعد عنا اي شر. وتحيه مصر. تحيه مصر. تحيه مصر. تحيه مصر. تحيه فلسطين وتحيه الامارات ويعطيك الصحه. طبعا تحيه مصر قياده وشعبا وجيشا باذن الله تعالى. مصر ام الدنيا. وتحيه مصر. تحيه مصر. تحيه مصر. تحيه مصر. تحيه مصر. تحيه مصر. معانا اللواء سياده اللواء ايهاب سليم اللي منورنا النهارده في حفل زفاف اسلام ومي. بشكر حضرتك على مجيئك وشرفتنا بكاميرا اهل كايرو. هتحب تقول ايه النهارده لاسلام ومي في الفرح وكابتن حماده ابو المجد؟ بقول لكابتن حماده ابو المجد صديق عمري وحكايه العمر كله، مبروك يا حبيبي، وربنا يتمم رسالتك على خير مع بيت ولادك، وانت نورتونا وفرح جميل جميل بيكوا. طبعا معانا الاستاذ محمد صديق العريس. اهلا وسهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ تحب تقول ايه النهارده لاسلام صاحبك؟ بقول له الف الف مبروك ويجيب الذريه الصالحه وكده. ومعانا جد العروسه. اهلا وسهلا بحضرتك يا جد. مرحبا يا بنتي، يا بنت الحلال، وعقبال عندكم جميعا يا رب. ومن قلبي الف الف مليون مبروك للعروسه والعريس، وربنا يتمم لهم بخير يا رب. معانا كابتن حماده ابو المجد اللي شرفنا النهارده بكاميرا اهل كايرو، والد العريس، والنهارده هيكلمنا عن العادات والتقاليد اللي تمت في الفرح وفي العادات لعش الزوجيه. بالنسبه للعيلتين، العيلتين ليهم اصول وجذور كبيره جدا جدا في شبرا، وان شاء الله انتوا عارفين طبعا احنا كان عندنا فرح من شهرين. انا كأني عملت رجيم كبير، مجهود كبير الحمد لله، لكن ربنا طبعا يسعدهم ويكون حياة جديدة سعيدة ليهم. ألف مبروك للكابتن إسلام والكابتن حمادة، من الشخصيات المحترمة جدا يعني، أنا أعتبره أكتر من والدي. معانا كابتن وائل الشعراوي لاعب التنس المعروف. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، ومنورين الفرح، وربنا يتملهم على خير إن شاء الله. ألف ألف مبروك للأستاذ إسلام والأستاذة مريم. معانا الأستاذ محمد عبده جاي النهارده يهني إسلام ومي. حضرتك تحب تقول لهم إيه النهارده؟ السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم الأول، وأقول لهم أنا خالي العروسة، وطبعا بقول لإسلام خلي بالك منها، وأقول له ألف مليون مبروك، ويا رب يا رب يتمم بخير ويهنيهم بسنة سعيدة، ويخلي الأيام كلها سعيدة، وأقول لهم مشكور أسرة البرنامج الأستاذ تامر طبعا. معانا الكابتن الشاذلي أبو والد العروسة. معي ألف مبروك لإسلام ومعي، وتحب تقول لهم إيه النهاردة؟ أنا أحب أقول لهم أنا أسعد إنسان في الدنيا، وربنا يبارك لهم كده.